السلام عليكم ورحمة الله. 9 سنوات مرت على تدخل الناتو في ليبيا وإسقاط الدولة بعد صراع طويل مع النظام الجماهيري الذي كان حجر عثرة أمام الإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أصبحت ليبيا مسرحا لصراع دولي لم تؤتي ثمار المفاوضات المتتالية والكثيرة أكلها فيها، مع وجود مصالح عديدة للدول المتدخلة في الصراع آخرها تركيا، وما جاء بعد تدخلها في ليبيا بتسليح الميليشيات التابعة لحكومة السراج. واليوم تتعقد الأمور أكثر مع غياب الدور الأممي بعد استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة وعدم تعيين مبعوث جديد لتصاب الجهود الدولية من أجل حل الأزمة الليبية بالجمود التام، وهو ما يؤكد غياب الإرادة الدولية اللازمة لإنهاء الصراع. بحلول النوار فبراير 2011 فوجئ الليبيون بالاضطرابات تجتاح الوطن بتدبير من قوى الإمبريالية العالمية التي اتحدت من أجل إسقاط أركان الدولة التي طالما وقفت في وجه أطماعهم لنهب ثروات دول الشرق الأوسط. نكبة فبراير التي حلت على الليبيين كان رأس الحربة فيها حلف شمال الأطلسي الناتو الذي تحرك بإعاز من فرنسا وعدد من دول أوروبا لتوجيه ضربات متلاحقة عنيفة للجيش الليبي بغرض منعه من استرداد السيطرة على المدن التي اجتاحتها الجماعات الإرهابية المسلحة. ومع تطور الأوضاع على مدار 9 سنوات كاملة، أدرك المجتمع الدولي أن إسقاط النظام الجماهيري في ليبيا فتح بابا من أبواب جهنم على المنطقة، ووضع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من ورائه أمام عاصفة جامحة من المخاطر. ورغم اعتراف جميع قادة دول العالم بهذه الحقيقة، فإن حالة من التراخي وغياب الإرادة تضرب جهود إنقاذ البلاد، وهو ما يبدو واضحا في عدم اختيار مبعوث جديد يقود البعثة الأممية في ليبيا لاستئناف جهود إحلال السلام بناء على مخرجات مؤتمر برلين. تراخي المنظمة الدولية عن اتخاذ أبسط القرارات فيما يتعلق بالأزمة الليبية يمثل نموذجا للعراقيل التي تواجه حل الأزمة الليبية في ظل تعنت أطراف الصراع وسعي كل منهم إلى العمل على تحقيق أقصى ربح سياسي دون النظر للمصلحة الوطنية للبلاد. الجمود المسيطر على العملية السياسية التي أطلقتها ألمانيا خلال شهر أيار يناير الماضي لحلحلة الأزمة الليبية يفرض التساؤل حول أسباب امتناع العالم عن السعي الجاد لإنهاء الصراع وإيجاد بيئة تضغط على أطراف الصراع للاستجابة لمطالب العودة للطاولة السياسية والتخلي عن السلاح. مشاهدينا، للحديث أكثر عن التدخلات الخارجية في ليبيا منذ 2011 تنضم إلينا عبر سكايب السيدة دراغانا تريفوغوفيتش، مدير مركز بلغراد للبحوث الجيوستراتيجية من بلغراد الصربية. أهلا بك سيدتي الكريمة. Thank you very much for calling me. It's a great pleasure for me to speak for the Libyan Aljamahiriy TV. أود الحديث معكم اليوم على الأزمة الليبية. نعم، شكرا جزيلا لك. يعني بعد 9 سنوات على الأزمة الليبية، ما تقييمكم لتدخل الناتو في إسقاط الدولة الليبية عام 2011؟ Yes, we followed that situation. نعم، هذه الأزمة الليبية. يعني we all remember that intervention in the 2011 and في 2011 من الأمور التي نعلم عنها. يعني أخبرك أن في هذا الوقت في سوريا أيضا كان هناك تدخل للناتو في عام 2009، فنحن نعلم أن هناك معاناة من هذا جراء هذا التدخل كما هو الحال في سوريا. بالفعل نحن نعلم أن هناك وعود من الناتو أنهم لم يتمادوا في التدخلات لشؤون البلاد الأخرى، ولكن نعلم أنهم لم يلتزموا بالوفاء بوعودهم. لسوء الحظ كان هناك عدد من التدخلات التي قاموا بها بالفعل، وهذا ما ساعد على إسقاط بعض الدول مثل الدولة الليبية، وهذا هو ناتج التدخل. وأيضا أتذكر الهجوم الذي قام به الرئيس الروسي وأيضا الجيش الليبي الحر
accepted by Turkish President. ودعني أيضا أتحدث عن دور الرئيس التركي والذي لا يقدم أي دعم لحل الأزمة من جانبه، وهو بالفعل يؤثر مباشرة من خلال الأفعال والأنشطة تقوم بها الحكومة ومن خلال أيضا استخدام المرتزقة. نعم، سنأتي إلى هذه النقطة، لكن إلى أي مدى لا يريد المجتمع الدولي أن يعني يبذل مجهود أكثر لحل الأزمة الليبية؟ نعم، المجتمع الدولي ربما يقوم بتقديم بعض المفاوضات التي من شأنها أن تساعد في حل الأزمة الليبية. كما تعلم كان هناك مؤتمر عقد ببرلين، وكنا نحاول من خلاله توصيل رسالة لحل الأزمة الليبية، وكان هناك مقترحات لحل الأزمة، وأيضا بعض القرارات التي تم الاتفاق عليها من جانب الأعضاء المشاركين حول الأزمة الليبية. ولكن دعني أقول أنه منذ انعقاد هذا المؤتمر تم بالفعل قيام بعدد من الأفعال التي أودت بحياة العديد من المدنيين الليبيين، وأنه تم تدمير كامل للدولة. أعلم أن هذا الأمر يعد إحدى العقبات، وأن توفير الدعم من جانب المجتمع الدولي الذي يجب أن نلقاه تم ربما عقلته من جانب الدولة نفسها. فدعنا نقول أنه لربما ليس هناك دعما أو مساندة فعلية نجدها من جانب المجتمع الدولي that government of national accord. وأيضا من جانب الحكومات الدولية. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مزيد من التعاون الفعلي على الأرض، وربما أيضا مجموعات الإخوان المسلمين يجب أن يتم حل لإيقاف أعمالهم وأعمال التخريب وأعمال الإرهاب. نعم، يعني طيب، نأتي أولا إلى يعني دور تركيا. دور التركي في ليبيا كيف يمكن قراءته، ويعني إرسال تركيا مزيد من السلاح ومزيد من المرتزقة ومساعدة الميليشيات في غرب ليبيا؟ المشكلة هي أن الحكومة التركية تقوم بتقديم الأسلحة والقوات المسلحة وتقوم بتنفيذ عمليات بالفعل في طرابلس. قام أردوغان بإرسال جيشه، وأيضا يقوم بإرسال الأسلحة. فهذه ربما إحدى الأمور الهامة للقاطنين بالعاصمة طرابلس، هم يعانون الكثير هناك، فلابد من عملية إيقاف للنيران. وأيضا يجب هناك تعاونا من جانب الجيش الليبي الوطني. أعتقد أنه ربما قريبا سنجد مبادرة أمل في إيقاف النيران، ولربما نعني نتحدث أيضا أن هناك تغافلا عن الاحتياجات الإنسانية للشعب الليبي. فهذه إحدى الأمور الهامة والشائكة، لذلك يجب أن يكون هناك خطوة فعالة. وأيضا هناك صراع قائم بين طرابلس وتركيا، ولربما هناك رفض من جانب القاطنين بطرابلس أن يقوموا بردع الضربات الموجهة إليهم. وهذا لربما امتثالا لأحد الأوضاع التي رأيناها سابقا،
بالأخص فيما يتعلق بحظر الأسلحة بليبيا. يجب أن يكون هناك قرار يعمل على حظر انتشار الأسلحة بطرابلس. وإذا كنا نتحدث عن الأمور العسكرية والأعمال العسكرية، أعتقد أن هذه هي الأمر، هذه إحدى الأمور الهامة. طيب، سأتي إلى هذه النقطة أيضا. إلى أي مدى يعني تستخدم أنقرة السكوت أو سكوت المجتمع الدولي لتتدخل أكثر في الأزمة الليبية وترسل المزيد من المرتزقة والمزيد من الأسلحة تصل للميليشيات؟ نعم، أنا أوافق على ذلك، لأن كما ذكرنا أنه ليس هناك أي ردة فعل من جانب المجتمع الدولي، وأيضا ليس هناك ربما امتثالا للقانون الدولي، وحتى حظر الأسلحة، حظر انتشار الأسلحة ليس هناك امتثالا له. فما أستطيع القول هنا أن نعلم أن أردوغان يعمل على تنفيذ حلمه وطموحاته الخاصة، فأعتقد أنه ليس هناك أي حق له في ارتكاب هذه الأعمال، وليس لديه أي حقوق داخل الأراضي الليبية ولا حتى بالأراضي السورية. ولكن إذا كنا نتحدث عن أنه يعمل على تأمين وضعه بسوريا، فلربما يجد أن مثل هذه الأعمال تساعده على الحفاظ على سطوته ووضعه السياسي والعسكري. إذا كنا نتحدث عن البوسنة والهرسك على سبيل المثال، كان هناك ضريبة تم دفعها جراء الهجومات والأفعال العسكرية التي حدثت بالفعل، وكان هناك متطرفين، ربما كما نعلم أن هناك متطرفين في بوسنة والهرسك، وكان هناك استخدام غير شرعي وغير قانوني من جانب الجيوش جراء المواطنين، ولم يكن هناك أي استجابة لما ينص عليه القانون الدولي حينها. وبعد الأزمة الليبية لربما يجب أن يكون هناك قوة تجبر الرئيس التركي على الامتثال والإذعان للقانون الدولي وحظر الأسلحة، ولكن ما نراه من أعماله حتى هذه اللحظة لا توحي بأي استجابة من جانبه، ولهذا هو يعد بشكل متزايد أحد أهم التهديدات للوضع بليبيا. الوضع في ليبيا وفي سوريا متشابه، يعني في أن يعني تركيا والرئيس أردوغان متداخل فيها بشكل كبير. هل الأمور متشابهة بالنسبة للدولتين في تدخل تركيا في ليبيا هنا وفي سوريا هناك في يعني آسيا وأفريقيا؟ بالفعل هناك تشابه واضح جدا بين الدولتين في عملية التدخل، وهذا لربما نتيجة أن هناك لربما قاعدة جديدة للجيش التركي، وهناك أيضا أعمال إرهابية متطرفة من الميليشيات الإرهابية. فكما تعلم أن حكومة طرابلس لديها عدد من الإخوان المسلمين، فأردوغان يستغل هذه الفرصة لدعم ومساندة أهدافه الخاصة ب
التدخل الأوسع والتدخل الأعمق بالشؤون الداخلية. توسيع رقعة التعامل ليس مع يعني جماعة الإخوان فقط بل مع جماعات مسلحة أخرى سواء في ليبيا أو في سوريا، يعني نتحدث عن داعش، نتحدث عن جبهة النصرة، نتحدث عن جماعات كلها يعني ذات أيديولوجية واحدة وهي الدم والتخريب وما إلى ذلك من هذه الأمور التي تشعل الصراع في عديد المناطق سواء في ليبيا أو في سوريا أو في أي منطقة تتدخل فيها تركيا والرئيس أردوغان. بالفعل أنا أوافق تماما على هذا، ليس فقط على ساحل الشرق الأوسط ولكن أي دولة يكون هناك تدخل خارجي في شؤونها ومن جانب أيضا المجتمع الدولي الذي يقف ساكنا، ولربما هنا نجد أن هناك تزايدا لعمليات الإرهاب وتزايدا للآثار التخريبية جراء الأفعال التي ليست لا يوجد رادع لها، فلربما الفكر والعقيدة لمثل هذه المجموعات المتطرفة هو فكر واحد، ولكن من ناحية أخرى هم يعتقدون أنهم يوفروا الدعم للفكر الإرهابي المتأصل بهم، وأيضا كما ذكرنا أن لربما مع الأسف هناك دعم يلقوا هذه المجموعات الإرهابية المتطرفة، وكما ذكرنا المجتمع الدولي، عندما أقول المجتمع الدولي أذكر أتحدث عن بشكل محددا عن مجلس الأمن وحلف الناتو، إنهم لا يقوموا بربما أخذ أي إجراءات جراء هذه الأعمال الإرهابية. طيب كيف يمكن إنهاء دور الميليشيات المسلحة في ليبيا بما أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تعتبرها أنها تابعة لحكومة السراج التي يعني تعترف بها الأمم المتحدة الآن؟ نعم، أعتقد أنه لربما قام المجتمع الدولي بمجابهة وبإدفاع عن وربما توفير الدعم لهذه المجموعات، فربما نحن في احتياج واضح لعقد قمة أو مؤتمر آخر للحديث عن الأزمة الليبية على نحو دبلوماسي من جانب الدبلوماسيين المعنيين بالقضية، وأن يتم الاتفاق على كيف يتم وضع شروط تكون من شأنها إيقاف مثل هذه الأعمال العدوانية، كما يعني يكون هناك أيضا حتى مع فشل كل الاجتماعات السابقة الدبلوماسية على المستوى الكبير، يعني حتى مؤتمر برلين الذي كانت كل الدول الإقليمية والدولية والمتداخلة في ليبيا تعول عليه تعويل كبير جدا، إلا أنه يعني لم يؤتى يعني تؤتي ثمار يعني مخرجاته أكلا في ليبيا، لم يفعل شيء للمسألة الليبية، وما زال التدخل التركي مستمر ومساعدته للميليشيات ولحكومة السراج مستمر وإرساله السلاح في البحر المتوسط وعلى يعني مرأى الاتحاد الأوروبي والأفريكوم وكل هذه الدول التي تراقب البحر المتوسط كلها تشاهد بعينها يعني الأسلحة وهي تصل إلى مصراتة وإلى طرابلس من قبل سفن التركية، حتى وإن كان الأمر يعني حتى وإن كانت تتلاعب تركيا بإعلام تلك السفن، لكن يعلمون جميعا أن هناك يعني أسلحة تركية تصل إلى ليبيا.
نعم أعلم هذا جيدا. أعلم أن تركيا تقوم باستخدام بعض الأساليب لربما الغير واضحة، وكما تعلم أن تركيا هي إحدى الأعضاء بحلف الناتو، ولم يذكروا أنهم سيقوموا بربما الاستمرار في أعمالهم، وبالتالي أيضا لم يذكر باقي أعضاء الحلف أنهم سيكونوا ضدهم أو يقوموا بتوفير الدعم ضدهم. ولكن دعنا أيضا نتحدث عن سوريا على سبيل المثال. نرى أن المؤسسات الغربية تقوم بإلقاء التهم على الأعمال التي يقوم بها أردوغان، حيث أنه يقوم بمهاجمة حتى شعوب بلاده نفسهم. وإذا كنا نتحدث عن ربما فشل المجتمعات السابقة بين الدول المعنية الدولية أو الإقليمية، وحتى من الجانب الغربي، دعنا نقول أنه حتى الأمس كان هناك حوالي ربما حتى الأمس كان بالفعل مر حوالي 53 عاما تقريبا على الأعمال التي وعلى الضربات والهجمات التي تمت ببوسنيا والهرسك والتي لم تحرز أي سلام على الأرض. فأنا أرى أن هناك دعما شديدا للقوات والمجموعات الإرهابية المتطرفة، وأن هناك استمرارا وهناك دعما ومساندة للأعمال وللأفعال الإرهابية. وأن كما ذكرنا أيضا أن ربما هذا لا يتماشى مع ما ينص عليه القانون الدولي. إذا كنا أيضا نتحدث على الدور الخاص بروسيا أو بالصين أو بأية من الدول الأخرى أو على سبيل المثال مصر، كان هناك مثالا مماثلا، والتي ربما إذا قمنا بامتثاله قد يساعد بشكل كبير في حل الأزمة. كما تعلم أيضا ربما أزمة وباء الكورونا المتفشي عالميا هو أيضا أحد الأمور التي لديها تأثيرا بالغا، وحتى في هذه على كل الأوضاع السياسية في كل دول العالم يعني. لكن الوضع الحالي يقودنا للحديث عن العملية إيرين التي أقرها الاتحاد الأوروبي. يعني كيف يمكن أن تخدم إيرين إيقاف توريد السلاح وأيضا يعني مراقبة الهجرة غير الشرعية؟ مع الأسف نحن لا نستطيع أن نتحدث. كما ذكرت أن المجتمع الدولي يجب أن يتم التأثير عليه بشكل أقوى، وربما من باقي الحكومات الأوروبية، لأنه يجب أن نرى على الأرض بالفعل عدم تقديم أي مساعدات أو مساندات تكون من شأنها زيادة الأزمة أو تسليح أو موافقة على إرسال الأسلحة والمرتزقة لليبيا. يجب أن يكون هناك دائما محاولة في دفع عملية إيقاف النيران، فيجب أن يكون هناك أيضا حديثا واضحا عن حقوق الليبيين وحقوق الأراضي الليبية، كما هو أيضا نفس الحال بالأراضي السورية. فكما رأينا في عدة مواقف أن الأمور الإنسانية مهملة تماما. طيب العملية صوفيا كانت
مثالا لفشل الاتحاد الأوروبي في مراقبة الهجرة غير الشرعية والأعمال العدائية ضد المهاجرين غير الشرعيين من عدة دول أوروبية مع المهاجرين عبر ليبيا. هذا الفشل الذريع وهذه الأزمة التي تحدث عنها العالم والصفقة صفقة الهجرة والاتفاق اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السراج، هل يجعلنا يعني نتطلع إلى مزيد من الفشل للعملية إيرين؟ نعم، هذه ربما إحدى الأمور المتسببة في هذه الأزمة، كما ذكرنا أن تركيا والأعمال الهجمات بطرابلس، وهناك محاولة التي نجدها لدفع الأمم المتحدة أن يكون لديها لربما تأثيرا واضحا في إيقاف هذه الأزمة. وأيضا نحن على علم أن تركيا دوما تقوم بالتأثير على المجتمع الدولي وعلى الأقاليم المختلفة، ولربما هذه إحدى السلوكيات التي لا نرضى عنها تماما. فنحن نرى كيف يقوم بتنفيذ أعماله ومدى استجابته للمجتمعات، لا نرى هناك أي سيطرة أو أي إحكام لأعماله. وربما حتى على ساحل البحر المتوسط نجد أن هناك ليبيا ربما تعد حائطا لبعض الدول التي تم تخريبها، وربما من على صعيد الدول الأوروبية أو الدول الغربية ما زلنا لا نرى تأثيرا واضحا لاستجابتهم في دفع ربما إحدى العمليات أو إحدى القرارات تكون من شأنها إيقاف مثل هذه الأفعال التي يقوم بتنفيذها الرئيس أردوغان. نعم، هل المجتمع الدولي لديه طموح فعلي لإنهاء عملية تدفق السلاح أم أنها مناورة جديدة لإطالة أمد الأزمة؟ نعم، ربما كان هناك تجربة سابقة، ولكن المشكلة هنا أن الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة في الوقت الحالي وتحالف الناتو أيضا لديهم ربما وضع ضعيف للغاية في الوقت الحالي بسبب كون أردوغان أحد المشاركين الأقوياء بالتحالف. فلربما إذا كنا نتحدث عن عقد مؤتمر جديد يكون متعاون متشارك فيه الدول المعنية، لربما يجب أن نرى على الأرض هنا عدد من المقترحات الفعالة التي ربما تستطيع بشكل أو بآخر تنظيم وتنظيم الأمور وتنظيم الأعمال والمصالح، وأن يكون هناك إيقافا جذريا لمثل الأعمال التي يقوم بها أردوغان. طيب، السر وراء حالة الجمود التي تصاحب الأزمة منذ استقالة المبعوث السابق غسان سلامة وتعيين نائبته ستيفاني ويليامز؟ نعم، أعتقد أنه يجب أن يقوموا بمحاولة لإيجاد أحد الممثلين أو النواب للمبعوث الأسبق
ولذلك قاموا بالفعل بتعيين النائبة الأمريكية. فغسان سلامة لم يكن قادرا على استكمال دوره ومنصبه كما ذكر وصرح. ولربما لأن الوضع كان غاية الصعوبة والتأثم، ولكن نحن نأمل أن وجود النائبة الجديدة لربما تكون إحدى الخطوات الجديدة التي تستطيع من شأنها أن تقدم حلولا في القريب العاجل. ما هي المشاهد التي يعني ربما تقول أن ستيفاني ويليامز ربما يعني تجد حلولا للأزمة الليبية، غير يعني أنها أمريكية، يعني بالمقارنة مع الأسماء التي طرحت سواء من أفريقيا أو من آسيا وهي كلها عربية، لم يعني تقبل دول الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، لن تقبل أي اسم ولم تجتمع للتوافق أو عدم التوافق على اسم شخصية يمثل البعثة الأممية في ليبيا. نعم، لربما لا نعلم حقيقة السبب وراء ذلك، ولكن أعتقد أنه لربما النقطة هنا التي نتحدث عنها أنها تكون بالفعل أن النقطة الأهم أن تكون بالفعل واعية وعلى إدراك تام لحقيقة الأزمة الليبية والذي يكون من شأنه تعليق الأعمال وربما توفير عدد من المفاوضات والمناقشات والمباحثات. فأنا لا أستطيع القول هنا بالفعل ما سيتم إحراجه في المستقبل، ولكن أنا أتحدث هنا أن الدور التي تمثله المؤسسات الأممية يجب أن نجد فيها تقدما محرزا في المستقبل، أن يكون أكثر فاعلية وتأثيرا. هذه هي المشكلة التي نحن نواجهها الآن في العالم بأسره. طيب. هنا يعني سيدة دراجانا، هل سيبدأ المبعوث الأممي الجديد من الصفر خاصة بعد هذه المدة من الجمود، أم يعني سيكمل ما انتهى عنده السيد غسان سلامة وهذه المخرجات الثلاثة لمؤتمر برلين سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية؟ نعم، أعتقد أنها سوف تكمل ما توصل إليه غسان سلامة، ستكمل الطريق من بعده في ضوء هذه المخرجات. هم بالفعل يحاولوا تقديم الحل. أعتقد أنهم سيمتثلوا للخطوات التي اتخذها غسان سلامة وإكمال الطريق والمسار من بعده، فيجب عليهم أن يجدوا ربما إحدى السلطات القوية وذات الفاعلية التي تستطيع التأثير أو إقناع الرئيس التركي أن يتم تغيير موقفه الحالي. هل ما زالت مخرجات مؤتمر برلين يعني تحظى بالزخم المطلوب ويعني ذات مرجعية لإنهاء الصراع الليبي، أم أن المجتمع الدولي والدول المتداخلة في ليبيا تتطلع إلى مخرجات أخرى أو إلى مؤتمر دولي آخر يجمع كل الأطراف؟ نعم، أنا أعتقد أنه لربما يجب أن يتم تنظيم مؤتمرا جديدا، ويجب أن يتم وضع كافة الأطراف المعنية للمشاركة، وأن يكون لديهم حسن الإدارة
إذا كنا نتحدث على سبيل المثال في سوريا كان هناك مثلا دور الروسي. أعتقد أن روسيا كان لديها بالفعل مثالا أو تجربة مماثلة بسوريا. فعملية المفاوضات وفتح المفاوضات بين الأطراف المعنية أرى أنها يجب أن يتم وضعها من خلال تنظيم مؤتمر آخر. وبالطبع نحن نعلم أن هناك العديد من الدول الأجنبية ولربما التي لديهم مصالح مختلفة فيما يتعلق بالأراضي الليبية، فيجب أن يكون هناك اتفاقية حاسمة ورادعة على المستوى الدولي. طيب برأيك ما هي الإجراءات المطلوبة أن تتخذ فورا لإعادة الحياة إلى مباحثات السلام بليبيا؟ نعم، الخطوات التي يجب أن يتم تنظيمها في الوقت الحالي أنا أجد أنها تكون من خلال عقد مؤتمر يضم في صدده كافة المخططات والخطط والتي تكون من شأنها وضع حلولا فعالة لوقف عمليات الإرهابية ومنظمات الإرهابية. والخطوة الثانية التي أراها من بعد عقد المؤتمر أن يكون هناك محادثات سلمية حول كيف لنا أن نقوم بتحسين الأوضاع بليبيا، كيف لنا أن نتشارك معا في إذا كنا نتحدث على الجانب الشرقي أو الجانب الغربي من الدولة، كيف لنا أن يكون هناك تعاونا من جانب الأركان ومن جانب الأطراف المعنية. نحن نحتاج أن يكون هناك توحدا وأن يكون هناك موقفا موحدا، ونعلم أن هذا ربما ليس بالأمر السهل ولكن أنه أمر يحتاج بذل المزيد من المحاولات. وربما إذا كنا نتحدث عن النقطة الثانية هي بالفعل يجب أن يكون هناك تواجدا للمحادثات السلمية. وأيضا ربما إحدى الأمور كيف لنا أن نجري انتخابات جديدة بالأراضي الليبية. أعتقد أن هذا قد يساعد الموقف بشكل فعال أن نتيح للمواطنين الليبيين حرية الاختيار للرئيس الذي يرونه محلا لهذا المنصب، وأن يكون هناك انتخابات طبيعية بالبلد كما يحدث بأي بلد أخرى. نعم. طيب. يعني نتحدث عن فيروس كورونا سيدة دراجانا، هل سيجعل العالم يعني لا يتطلع إلى الأزمات والصراعات في الوقت الحالي أو على الأقل بعد انتهاء أزمة الفيروس؟ نعم، يصعب الإجابة على هذا السؤال، ولكن أنا أرى أن في الوقت الحالي لربما هناك حالة من الإقفال لمعظم المشاركات، وربما كما تعلم هناك توقفا حتى لذهاب الأشخاص لأعمالهم، وهذا ربما موقفا غير معتاد علينا جميعا. فإذا كنا نتحدث عن حل الأمر أو إحدى الحلول أو بعض الحلول التي يجب أن نستمع إليها من الحكومات قريبا، أعتقد أن الأولوية تكون للحالة الطبية والصحية
التي يعاني منها الآن معظم الدول المصابة. ولكن دعنا نقول أننا أيضا نستطيع أن الأعمال العسكرية التي تقوم بها عدة أو منظمات مختلفة ما زالت مستمرة، وبالأخص ما تقوم به الحكومة التركية في الأراضي الليبية. نعم، أشكرك جزيل الشكر. نعم، شكرا جزيلا لك سيدة دراغانا تريكوفيتش، مدير مركز بلغراد للبحوث الجيوستراتيجية، كنت معنا من بلغراد عاصمة صربيا. شكرا جزيلا على هذه المداخلة، سعداء بهذه المداخلة، شكرا لك. شكرا جزيلا، أنا أيضا سعيدة للغاية بحديث معكم اليوم عن الأزمة الليبية. شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع والانصات. شكرا وإلى اللقاء، حفظ الله ليبيا والوطن العربي، سلام الله عليكم.